مباراة مزيانة بزاف، وخاصم ما كانش ساهل، كان قوي، وكنا حنا كنا تاريخين في ريوسنا حيت استعجينا مزيان هذه المباراة هذه، والحمد لله حنا فرحانين بزاف بهذه النتيجة هذه. الأجواء كانت مزيانة بزاف، وكيف قلت لك حنا فرحانين بزاف، وان شاء الله غدا نستعدوا، بعد غدا نستعدوا المباراة الماجية ان شاء الله. هادشي اللي كنا باغيين ناخذوا ان شاء الله 3 بوان باش تعطينا حافز كبير للمباراة القادمة. الحمد لله هادشي اللي وقع، جرينا الماتش ديالنا، كان بدينا ماتش صعيب، لكن سمعني التعليمات ديال الكوتش ديالنا وصبرنا، والحمد لله جاب الله التيسير، وان شاء الله هاد 3 بوان غتعطينا حافز كبير للمباراة القادمة باش ان شاء الله نربحوا ونضمنوا الكاليفيكاسيون ان شاء الله. والحمد لله هادشي ما جاش بالسهل، تعذبنا بزاف، شحال ديال بريباراسيون، شحال من حاجة، الحمد لله. وكنشكروا لي كوتش ديالنا، وكنشكروا كاع اللي معاونينا، وان شاء الله كنوعد المغاربه ان شاء الله غنديروا